السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسلون في الميدان. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، كما في العادة نستطلع آخر الأخبار من ساحات المحافظات الفلسطينية ومناطق الفعاليات التي تنطلق للتنديد بجرائم الاحتلال في مختلف المحافظات، وآخر الأخبار أيضا من هذه المحافظات مع شبكة مراسلين التي تنضم إلينا الآن في هذه الحلقة من جنين أحمد نزال، ومن نابلس بكر عبد الحق، ومن القدس المحتلة معنا كريستين ريناوي. والبداية معك كريستين، أهلا بك معنا. كريستين، هنالك مشروع عين القدس الذي تحاول سلطات الاحتلال البدء بتنفيذه في القدس، هنالك تحذيرات وهنالك تنديدات مقدسية وفلسطينية في هذا المشروع. ما تفاصيل هذا المشروع لمن لا يعلم تفاصيله؟ نعم تماما مالك، هنالك تحذير وتنديد مقدسي ببدء الاحتلال عمليا. نتحدث عن بلدية الاحتلال وشرطة الاحتلال وجهات مختصة بدأت عمليا بتركيب وزرع كاميرات مراقبة ذكية. مشروع أو ما يسمى مشروع عين القدس يشمل 500 كاميرا ذكية سوف يتم نصبها في باب العمود، في الشوارع المحيطة، في أبواب البلدة القديمة، عمق البلدة القديمة، عدة ومختلف أحياء العاصمة المحتلة. هذه الكاميرات حسب زعم الاحتلال هي لتوفير الأمن للمستوطنين، بينما هي أيضا لرصد تحركات المواطنين الفلسطينيين. التحذير من قبل القوى والفعاليات المقدسية من أن على المقدسي أن يبقى ويصمد على هذه الأرض ولا يرضخ لكل هذه السياسات التي يعني قد تدفع بالمقدسيين للبحث عن أمكنة أكثر حرية من هذه المدينة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية فيها كاميرات مراقبة، جنود يتمركزون عند بوابات القدس وفي بلدتها القديمة يفتشون المواطنين في الشوارع العامة. التحذير والدعوة من قبل الفعاليات بأن لا يرضخ المقدسيون لكل هذه السياسات، هذا يأتي في سياق الحرب الشاملة المفروضة على المدينة المقدسة. والتأكيد من قبل الفعاليات على أن هذه الكاميرات هي كاميرات أمنية، عندما يحتاجها المقدسيون يتذرع الاحتلال بأنها معطلة، بينما عندما يكون هنالك أي حدث أمني يقوم الاحتلال بصناعة شريط كامل من هذه الفيديوهات وهذه المواد المصورة عبر هذه الكاميرات. المعطيات تشير مالك إلى أن هذه الكاميرات ذكية جدا، تحدد ما يكتب على قصاصة ورق وأرقام لوحات المركبات، وتحدد بصمة العين، وتأتي في سياق كما ذكرنا هي لرصد تحركات المواطنين الفلسطينيين والتضييق عليهم. وفي المقابل الاحتلال يزعم من خلالها بأنه سوف يصل من خلال هذه الكاميرات إلى مدينة حسب زعمه وحسب وصفه مدينة بلا عنف. بطبع الحال نسلط الضوء على هذه القضية في تقريرنا الذي نعده لنشرة الأخبار حول هذه القضية، ويشمل تعقيب المواطنين ويشمل تعقيب القوى والفعاليات المقدسية على مستوى الوضع الميداني. على سبيل قبل أن نتحدث في الوضع الميداني، عندما حدثت الاحتجاجات المعروفة، عندما حاول الاحتلال تركيب البوابات والكاميرات في القدس، هل الاحتلال الآن يعمل على تركيب هذه الكاميرات بصمت وعلى مراحل وتجزئة لهذه الكاميرات في مختلف مناطق القدس؟ إذن هل هو يطبق هذه الكاميرات الآن وهذا المشروع فعليا على الأرض؟ يعني عند معركة البوابات الإلكترونية مالك، كان المخطط نصب بوابات إلكترونية تفتش المواطنين قبل دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، وتشمل هذه البوابات كاميرات ذكية قبالة بوابات الأقصى. هذا مختلف، يعني صحيح بأن هنالك نشر وزراعة كاميرات في البلدة القديمة عند بوابات الأقصى في بوابات القدس، لكن هذا مختلف. كان المخطط آنذاك مخطط
خطط واضح، نصب بوابات إلكترونية تفتش المواطنين بشكل دقيق، وتشمل البوابات زراعة كاميرات ذكية. هذا المخطط مختلف، وبدأ الحديث عنه عند هبة أكتوبر عام 2015 بعد المشاهد القاسية التي انتشرت للمواطنين، سحل النساء، إغلاق بوابات الأقصى، ملاحقة المرابطات. حينها كان هنالك سلسلة أحداث أمنية، وكان هنالك هبة أكتوبر عام 2015. الموضوع مختلف، ولكن يأتي في ذات السياق مالك، ملاحقة المواطنين المقدسيين والتضييق عليهم لدفعهم إلى ترك هذه المدينة والرحيل عنها للبحث عن مكان أكثر أمانا وخالي من كل هذه الإجراءات العسكرية. لذلك الدعوة من القوى والفعاليات بأن لا يرضخ المقدسيون لكل هذه السياسات الطاردة، وأن يصمدوا على هذه الأرض للحفاظ على هويتها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة، مراسلة تلفزيون فلسطين دائما هناك كريستين الرناوي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. الآن نتحول إلى نابلس، ومعنا من هناك بكر عبد الحق. أهلا بك بكر. إذن المشهد ربما يتحدث عن نفسه، لك الكلمة. نعم مالك، قوات الاحتلال قمعت بشكل وحشي فعالية سلمية هنا قبل أن تبدأ لزراعة أشجار الزيتون، دعت لها حركة فتح وفعاليات محافظة نابلس في ضمن فعاليات أسبوع الوفاء والاستقلال. قوات الاحتلال أمطرت، يعني أرجو من المصور أن ينقل الكاميرا لينقل هنا صورة الإصابات التي توقعها قوات الاحتلال في صفوف المواطنين بفعل كثافة الغاز المسيل للدموع التي استهدفت فيه جموع المواطنين السلميين هنا في الجهة الجنوبية لبلدة عريف. هذه المنطقة التي تقع على التماس مع مستوطنة الصهار، والتي هي مسرح شبه يومي لاعتداءات المستوطنين بحق المواطنين. أبرز هذه الاعتداءات هي على المدرسة، على مدرسة البلدة التي تتعرض بشكل دائم لهجوم المستوطنين. هناك إصابات بالعشرات جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء هذا الغاز الكثيف الذي تطلقه قوات الاحتلال بشكل عنيف صوب المتظاهرين السلميين. المتظاهرون لم يتمكنوا من الوصول إلى الأراضي التي كان من المقرر أن تكون بها هذه الفعالية، وهي خلف المدرسة وخلف جنود الاحتلال الذين يظهرون في الصورة. قوات الاحتلال دفعت تعزيزات كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر إلى هذه المواقع، وقمعت جموع المواطنين السلميين، فاضطر المواطنون هنا إلى زراعة هذه الأشجار في هذه الأراضي المجاورة. ومع ذلك قوات الاحتلال لم تترك المواطنين وحالهم، بل قمعتهم بوجبات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. هذه الفعالية تأتي في إطار مالك فعاليات أسبوع الوفاء والاستقلال التي أحيت من خلالها جماهير شعبنا في محافظة نابلس الذكرى 14 لاستشهاد القائد الرمز المؤسس ياسر عرفات، وكذلك الأمر الذكرى 30 لإعلان الاستقلال. أرادوا من هذه الفعالية هنا أن تكون في هذه الأراضي المهددة كرسالة للرد على كافة الاعتداءات الاستيطانية واستهداف قوات الاحتلال لجموع المواطنين السلميين. آخر هذه الاعتداءات كان أول أمس باستهداف مركبة لأحد المواطنين في هذه البلدة بإحراقها، إذ تسلل مستوطنون مستوطنة الصهار صوب منازل المواطنين في الجهة الشرقية المجاورة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل وحرقوا وأشعلوا النيران بهذه المركبة، ما أدى إلى يعني تضررها بشكل كبير. للوقوف أكثر حول طبيعة هذه الفعاليات وأهمية استمرارها في مناطق التماس والمواجهة مع الاستيطان، انضم إلينا جهاد رمضان أمين سر حركة فتح. أولا سيد جهاد، الحمد لله على السلامة، وهذا القمع الاحتلالي الكبير اليوم لجموع المواطنين السلميين الذين لم يتمكنوا الوصول إلى المنطقة المقررة لإجراء النشاط بها، كيف تقرؤون هذا الاعتداء والرسالة التي حملتها هذه الفعالية اليوم؟ نعم، هذا انعكاس للعقلية المجرمة التي تحكم في حكومة المستوطنين، انعكاس لحكومة نتنياهو. هذه رسالة للشعب الفلسطيني، رسالة بالرصاص، رسالة بالدم، رسالة بالإجرام. اليوم ضمن فعاليات ذكرى إعلان الاستقلال واستشهاد الرئيس أبو عمار، كان من المتوقع أن ننجح في زراعة أشجار الزيتون رمزا لتشبث وصمود المواطن الفلسطيني في أرضه في منطقة ليست بعيدة من هنا بضع عشرات الأمتار، لكن قوات الاحتلال التي دأبت على توفير الحماية الكاملة لعصابات المستوطنين باشرت بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية في رسالة تأكيد على أن الاحتلال والمستوطنين
وجهان لعملة واحدة. شعبنا الفلسطيني سيصمد، سيواجه، سيزرع شجرة الزيتون، سيرويها بالدم وبالعرق. وهذا المحتل الذي صبح مساء يحاول فرض وقاع الأرض لن ينجح بإرادة وصمود وتصميم أبناء شعبنا الفلسطيني هنا في عريف التي قهرت المستوطنين في أكثر من غزوة. اليوم جيش الاحتلال كما شاهدتم لا يبكي ولا يظهر، يعمل كل جهده لإيصال رسالة الردع، لكن كما تلاحظون شعبنا وجماهيرنا وشبابنا متمسكون برسالتهم، رسالة الانغراس، رسالة الصمود، رسالة البقاء على هذه الأرض. وهؤلاء المستعمرين الغرباء الذين قدموا إلى الأرض الفلسطينية حتما سيرحلون. نعم سيد جهاد، نحن نقف على بعد أمتار قليلة من مدرسة البلدة التي أصبحت في الآونة الأخيرة رمزا للصمود في وجه الاعتداءات الاستيطانية. ماذا في جعبة القوى الوطنية، حركة فتح، المؤسسات الرسمية لدعم صمود المواطنين في هذه الأراضي؟ وهذا النشاط هو يعني نشاط رمزي ومعنوي، ولكن هناك احتياجات على الأرض لدعم صمود المواطنين. نعم، هذه الفعالية التي تنظم اليوم باسم حركة فتح وفصائل وباسم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة الزراعة هي رسالة تطمين ورسالة انصهار ورسالة توحد مع مواطننا الفلسطيني للوقوف على كل احتياجات وتوفير الممكن منها، لأن الصمود يعني توفير أسبابه، وأسباب الصمود هي بالضرورة أن نضع كل إمكانياتنا كسلطة وطنية وكحركة فتح وكفصائل وكوزارة الزراعة في تصرف الأهل هنا في مجلس قروي وفي حركة فتح هنا في بلدة عريف التي تشارك بفعالية في إيصال رسالة لهذا المحتل أننا سنبقى في أرضنا، لن نرحل، لن نغادر هذه المدرسة وهذه الأرض المستهدفة، سنذود عنها وسندافع عنها بكل ما أوتينا. لذلك الوقوف على الاحتياجات قاب قوسين أو أدنى من توفيرها، الاحتياجات البسيطة التي يطلبها مواطننا الفلسطيني من قبيل زراعة الأشجار ومن قبيل شبكات الطرق والبنى التحتية وشبكات المياه وشبكات الكهرباء حتى يتمدد النمو الطبيعي للسكان هذه البلدة وحتى نحمي هذه الأرض من غول الاستيطان. شكرا لك جهاد رمضان أمين سر حركة نابلس على هذه المداخلة. إذن حتى هذه اللحظة يعني يسر المواطنون مالك على استكمال الفعالية والوصول إلى مبتغاهم، إلى الأراضي التي منعهم الاحتلال من الوصول إليها. بالمناسبة هذه الأراضي تصنف أراضي باء بحسب الاتفاقية الدولية، ومع ذلك الاحتلال يمنع أي نشاط في هذه المواقع سواء بالبناء أو استخدامها لأغراض زراعية. ما أود الإشارة له أيضا مالك بأن قوات بأن مستوطنة صهار المجاورة، ولو أمكن المصور أن ينقل العدسة صوب هذه المستوطنة، هذه المستوطنة هي مقامة على أراضي المواطنين، أراضي بلدات عصيرة القبلية ومادمة وبورين وحوارة وعنبوس، وكذلك أيضا أراضي قرية عريف. هذه المستوطنة تعد هي رمز الإرهاب الاستيطاني في شمال الضفة. من هذه المستوطنة تنطلق عشرات الاعتداءات الاستيطانية بحق أراضي المواطنين وبحق ممتلكاتهم. أبرز هذه الاعتداءات تأخذ المنحة أو تهدف بشكل أساسي إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر بالأرواح. منذ مطلع العام الحالي أكثر من 150 اعتداء مباشر على ممتلكات المواطنين وعلى المواطنين أنفسهم، أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين. هذه البلدة، بلدة عريف، قدمت أحد أبنائها شهيدا أثناء دفاعه وتصديه لهجمات المستوطنين، هو الشهيد عمير إشحادة. قبل نحو شهر أيضا استشهدت مواطنة عائشة ترابي من بلدة بدية نتيجة اعتداء للمستوطنين. ويوم وقبل نحو أسبوع كان هناك اعتداء مباشر على مدرسة البلدة، أصيب 5 طلاب جراء إطلاق النار بشكل مباشر من قبل حارس المستوطنة على طلبة المدرسة، واعتداء المستوطنين بالرشق بالحجارة على كادر المدرسة من طلاب ومعلمين. قوات الاحتلال في كل اعتداء وفي أعقاب كل اعتداء تقوم بتوفير الحماية باتجاهين لقطاعنا المستوطنين. الاتجاه الأول عبر تأمين الحماية لهم بعد كل اعتداء، ترافق قوات الاحتلال قطاعنا المستوطنين في اعتداءاتهم وتطلق النار وأقنابل الغاز صوب المواطنين. والاتجاه الثاني هو بالتحقيقات الشكلية التي تجريها قوات الاحتلال، ويعني منذ يعني أن بدأ أو منذ تصاعد الاعتداءات في الآونة الأخيرة يعني رافقنا ونقلنا بالعدسة كيف أن الاحتلال يأتي إلى موقع الاعتداءات، يأخذ الصور، يرفع البصمات، ولكن لا يتمخض عن أي من هذه التحقيقات. أي نتائج عملية على الأرض سواء بملاحقة المستوطنين أو ضبطهم أو اعتقالهم أو منعهم من تكرار هذه الاعتداءات. الشكل الآخر لإجراءات الاحتلال هنا متمثل بمنع المواطنين من وصول أراضيهم.
وتمرير قرارات ومشاريع المصادرة مالك بحق أراضي المواطنين. تفضل. شكرا جزيلا لك. إذن من بلدة عوريف بكر عبد الحق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الآن ننتقل إلى جنين ومع أحمد نزال الذي سيحدثنا عن مصادرة الاحتلال ل 28 دونما من أراضي المواطنين هناك. تفضل أحمد لك الكلمة. نعم، قبل الحديث عن قرار الاحتلال بوضع اليد على أراضي المواطنين هنا في قرية الجلمة والبالغ مساحتها 28 دونما، نريد أن نتحدث عن المنطقة التي نقف فيها هنا وأهمية هذه المنطقة، ولنكن مع هذه الصور التي سوف تلتقطها كاميرا تلفزيون فلسطين ونتحدث عن هذه الصور. نقف الآن نحن في أقرب نقطة على الحدود الفاصلة بين محافظة جنين، أقصى شمال محافظة جنين والداخل الفلسطيني، حيث حاجز الجلمة الفاصل بين محافظة جنين والداخل الفلسطيني. هذه المنطقة وهذا الحاجز الذي أقيم على جزء من أراضي المواطنين هنا في قرية الجلمة بعد مصادرتها. هذه المصادرة التي تمارسها قوات الاحتلال تستمر بحق أراضي المواطنين هنا في قرية الجلمة، حيث سلمت قوات الاحتلال مؤخرا قبل أيام عدة، سلمت قوات الاحتلال قرارا وبوضع اليد على مساحة 28 دونما من أراضي المواطنين الزراعية والخصبة كما تظهر في الشاشة. هذه الأراضي واضحة في الصورة، هذه البيوت البلاستيكية المقامة هنا والتي تشكل إحدى أهم مصادر الرزق للمواطنين هنا في قرية الجلمة. سيتم وضع اليد على هذه الأراضي وبالتالي إزالة هذه البيوت البلاستيكية وإزالة هذه الأراضي الزراعية الخصبة وتحويلها إلى يعني لا نعلم ماذا يريد أن يحولها جيش الاحتلال، ولكن يدعي الاحتلال بأن مصادرة هذه الأراضي ستتم تحت دواعي أمنية، وهي ما تحدث عنها رئيس مجلس كروي الجلمة بأنها دواعي واهية ويرفضونها هنا في قرية الجلمة، حيث اعتاد جيش الاحتلال على هذا المسمى وهذا الادعاء لمصادرة المزيد من أراضي المواطنين. كما تشاهدون في الصور هنا أراضي المواطنين الخصبة مزروعة بالمزروعات التي تمثل رزقا ومصدر رزق مهم للمواطنين، وبالتالي هي أراضي هامة لهم. صادر جيش الاحتلال العديد من أراضي المواطنين هنا في قرية الجلمة بلغت أكثر من 300 دونم بعد إقامته جدار الضم والتوسع، ويعني هنا على حدود هنا على جنبات الأراضي، وبالتالي هذه المصادرة مستمرة من قبل جيش الاحتلال، كما صادر أيضا بالطرف الآخر من الحاجز المزيد من أراضي المواطنين تحت حجج واهية يرفضها المجلس ويرفضها المواطنين. هنا أهالي الجلمة يعتبرون هذا القرار بأنه قرارا يعني خطيرا جدا وموحدا لمصادرة المزيد من أراضي المواطنين هنا في القرية، حيث اعتاد جيش الاحتلال على هذه المسميات لمصادرة المزيد منها. كما ذكرنا يعني ليست المرة الأولى التي يصادر بها جيش الاحتلال لأراضي المواطنين هنا في القرية تحت مسميات واهية وتحت دواعي يرفضها الجميع، وبالتالي هذا المسلسل يتخوف منه المواطنون يعني ويتخوف من استمراره وتداعياته عليهم وعلى مصدر رزقهم. كما تشاهدون هنا في هذه الصور هذه الأراضي التي يقيم عليها جيش الاحتلال هنا هذه الأراضي لقرية الجلمة، وبالتالي صادر العديد من هذه الدنومات لإقامة هذا الحاجز ولإقامة أجزاء منه ووضع هذه البوابة التي تشاهدونها في الصورة، وبالتالي يعني يستمر هذا المسلسل مسلسل المصادرة الذي يتخوف منه المواطنون هنا في القرية. شكرا جزيلا لك من جنين مراسل تلفزيون فلسطين أحمد نزال. لننتقل مشاهدينا الكرام إلى غزة، وقبل أن ننتقل إلى غزة نرحب بزميل إيهاب ضمير الذي انضم لتوه إلينا من طول كرم. أهلا بك إذا محمد. غزة إذا شهدت العديد من الأحداث أمس الجمعة وحتى هذا اليوم، توغلات لقوات الاحتلال بالإضافة إلى الإصابات التي شهدتها المواجهات أمس الجمعة. نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. صباح هذا اليوم توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية شرق دير البلح ووسط إطلاق نار كثيف باتجاه أراضي المواطنين الزراعية، أيضا شرق المغازي أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى النار باتجاه أحد المزارعين مما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.
وفي إطار أيضا الانتهاكات المستمرة ضد الصيادين في بحر قطاع غزة، بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم أطلقت نيران رشاشاتها باتجاه قوارب الصيادين شمال قطاع غزة. هذا الإجراء الذي يمارسه جنود الاحتلال بشكل مستمر ضد الصيادين يعطل ويعرقل عمل الصيادين ويعرض حياتهم للمخاطر، على الرغم من أن الحديث يدور عن توسيع مساحة الصيد، إلا أنه على أرض الواقع هناك مانع للصيادين، هناك ملاحقة للصيادين، هناك إطلاق الرصاص عليهم، وهذا يعرضهم بالفعل إلى المخاطر ويكبد الصيادين خسائر فادحة أثناء عملهم في البحر. على صعيد مسيرات العودة، وفي الجمعة 34 شارك الآلاف من أبناء شعبنا بالأمس في مسيرات العودة على شرق قطاع غزة. جنود الاحتلال استخدموا الرصاص الحي والغازات السامة، مما أدى إلى إصابة ما يقارب 40 مواطنا بجلهم بالغازات السامة. هناك كان 9 إصابات بالرصاص الحي و4 إصابات بالرصاص المطاطي، نقلوا جميعا إلى المشافي لتلقي العلاج. هناك دعوات استمرار مسيرات العودة، الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دعت أكدت أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها. أيضا الوفد الأمني المصري متواجد في قطاع غزة ويحاول تثبيت وقف الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي شهدت تصعيد خطير الأسبوع الماضي حيث قصف الطيران الحربي الإسرائيلي المباني السكنية. فالوفد المصري لا زال متواجدا فلربما يغادر مساء اليوم قطاع غزة، وهو يحاول تثبيت وقف الاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أما معابر قطاع غزة فهي جميعها مغلقة بسبب الإجازة الأسبوعية. هذا هو الوضع حتى هذه اللحظة في المحافظة الجنوب. شكرا جزيلا لك من غزة مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب. الآن نتحول إلى إيهاب الضميري. أهلا بك معنا إيهاب. إذا الحديث تم عن افتتاح حديقة العودة لاند، والتي هي بمكرمة رئاسية للأطفال في هذه المنطقة. نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بالفعل نحن نتحدث عن افتتاح حديقة العودة لاند في مخيم نور شمس، حيث جاء افتتاح هذا المشروع بتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس محمود عباس وبمكرمة رئاسية، وهو مشروع يعني يعد متنفسا لأبناء شعبنا في مخيم نور شمس، وأيضا هو يرسم البسمة على وجوه أطفالنا، خاصة أن المخيمات تعيش ظروفا صعبة أوجدها وخلقها الاحتلال، وبالتالي هي بحاجة لكل ما يعيد البسمة على وجوه الأطفال وأبناء شعبنا. هذه الحديقة التي تقع على قطعة أرض تقريبا 1700 متر يعني دونمين إلا، هي حديقة متميزة كونها تحوي ألعاب النفخ، وهي ألعاب يعني يحبها ويفضلها الأطفال، وأصبحت الآن بمثابة مزار ومقصد للمواطنين ولأبناء شعبنا في مخيم نور الشمس. هذا الافتتاح جاء اليوم بتواجد أيضا وفد من مكتب الرئاسة، وتحديدا من مكتب المساعدات الإنسانية في مكتب الرئاسة، على رأسه رائدة الفارس اللي هو رائدة الفارس وهي مديرة مكتب المساعدات الإنسانية، بالإضافة لشخصيات اعتبارية. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع الأخ طه الإيراني وهو رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم نور الشمس. أهلا وسهلا بك معنا الأخ طه إيراني على في برنامج مراسلين في الميدان. إذا نحن نتحدث عن افتتاح هذا المشروع المتميز بدعم وبتوجيهات وبمكرمة رئاسية من السيد الرئيس محمود عباس. بداية تحدثنا عن هذا المشروع وتحدثنا عن طبيعة الافتتاح. هذا المشروع جاء بتوجيهات كريمة من سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن لدعم صمود المخيمات، وهو حقيقة يهدف إلى التنفيس والترويح عن أطفالنا في المخيم، حيث لا يملك مخيم نور شمس أي مكان ترويحي أو أي مكان ممكن يفرغوا فيه أطفالنا حاجياتهم. فبالتالي هذا أجا المشروع مكمل لجهود مباركة من مكتب السيد الرئيس بموضوع ترميم البيوت داخل مخيم نور شمس، وهو ضمن مشروع المخيم صمود وعودة الممول من سيادة الرئيس الأخ محمود عباس أبو مازن.
يعني نحن نعلم أن السيد الرئيس دائما توجيهاته بدعم وتعزيز صمود اللاجئين في كل المناطق. في مخيم نور الشمس نحن واكبنا مجموعة من المشاريع التي قدمها السيد الرئيس وبمكلمة رئاسية وبتوجيهات مباشرة للمخيمات. هذه الحديقة لماذا كانت هي مطلب فعلي، وما طبيعة أيضا المشاريع التي تنفذ في المخيم بتوجيهات السيد الرئيس؟ خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك في نهضة حقيقي في مخيم نور الشمس، لامست الحاجه للبنى التحتيه زائد الحاجه للخدمات الاجتماعيه، واجا مشروع الحديقه تتويج للخدمات المقدمه من اللجنه الشعبيه في مخيم نور الشمس. الحاجه الى هذا المشروع لكون مخيم نور الشمس يفتقر الى مثل هذه المشاريع، ولكون الذهاب الى المحيط القريب يكلف ماديا الاهالي، فبالتالي هو فعليا سيعمل على توفير المادي للاهالي، زائد سيمكننا من خلق فرص عمل داخل المخيم لعدد من الاخوان والاخوات، زائد هو مشروع دخلي، سيكون هناك دخل ينعكس ايجابا على مخيم نور شمس. نعم، سؤال الاخير، طبيعه هذه الحديقه تم تسميتها بالعوده لاند وتاكيد على حق العوده وكل المحاولات الامريكيه وغيرها الراميه الى يعني تحجيم هذا الحق ووقفه، يعني انتم تؤكدونه من خلال هذه الحديقه. سؤالي لكم، ما طبيعه هذه الحديقه؟ لماذا العوده ولماذا العاب النفط؟ العودة لاند سميت بالعودة لاند حتى يبقى الحلم المزروع في نفوسنا وفي نفوس أطفالنا بالعودة إلى أراضينا، إلى حيفا يافا وبيسان قائم. العودة لاند لأننا هناك أرض نعتز بها، ننتمي إليها إلى اليوم. العودة لاند لأننا لاجئون هنا مؤقتون، سنعود يوما إلى ديارنا. لماذا ألعاب النفخ؟ ألعاب النفخ لأن هناك حقيقة احتياج في الفترة الأخيرة، حاجة السوق، إنه في كثير توجه عند الأهالي إنهم يروحوا على حدائق النفخ في المناطق القريبة، فقلنا نسوي مشروع يتوائم مع رغبة الأهالي، واليوم كان افتتاح ضخم، كان حضور ضخم، مشكور مكتب السيد الرئيس باللي حضروا من مكتب السيد الرئيس، ومن خلال تلفزيون فلسطين بنوجه التحية والإجراء والإكبار للسيد الرئيس، ونحن معه على الثوابت، ونحن معه داعمون ومساندون ومؤيدون. نعم، شكرا لك طه الإيراني رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم نور شمس. بطبيعة الحال يعني هذه هي بالفعل أجواء الفرح والمرح هنا في حديقة العودة لاند التي تؤكد على حق أبناء شعبنا في المخيمات. شكرا. أينما كانوا على العودة إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة لأن هذه الحديقة هي ستفتح طيلة أيام الأسبوع للمواطنين ليكونوا في حالة من المتنفس والبسمة خاصة للأطفال. شكرا جزيلا لك من طول كرم إيهاب الضميري، ومن افتتاح إذن هذه الحديقة للعودة لاند، حديقة الأطفال في مخيم نور شمس إلى الخليل، وافتتاح إذن المساحة الريادية بإشراف أيضا من مصادر أو من مركز مصادر التنمية الشبابية في الخليل، ومع مراسلنا دائما هناك إذن عزمي بنات، أهلا بك معنا عزمي في مراسلونا في الميدان، وما تفاصيل الحدث لديك؟ أهلا بك مالك وبكافة السادة المشاهدين. نحن الآن في هذه اللحظات متواجدون في بيت الطفل الفلسطيني وتحت رعاية محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، يتم في هذه اللحظات افتتاح المساحة الريادية، وذلك بإشراف من مركز مصادر التنمية الشبابية التي توفر للطلاب وأصحاب الأعمال الحرة والخريجين، توفر لهم العمل المشترك في بيئة إبداعية. نتحدث وإياكم في هذه الفقرة الإخبارية مالك مع ضيفي هنا الدكتور رفيق الجعبري مساعد محافظ الخليل، أهلا بك عبر برنامج مراسلون في الميدان. نتحدث عن هذا الافتتاح، افتتاح المساحة الابتكارية، هدفها وكيف يمكن أن تقدم الإنجازات أو تقدم بعض المساعدات أو توفير بيئة مشتركة للطلاب والخريجين وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرة. يعني حقيقة هذه مساحة وحاضنة أعمال تدعم القطاع الشبابي بأفكار وبتسقل معرفته للمشاريع الريادية رائعة جدا، وإحنا بنشجع في محافظة الخليل على مثل هذه المشاريع وندعم ونشارك أيضا المؤسسات، وهنا لا يفوتنا أن نشكر المؤسسات الداعمة والراعية لهذا الموضوع، دولة الراعية هي والداعمة سويسرا والحاضنة بيت الطفل الفلسطيني في الخليل، هاي بتدعم الأفكار الريادية وهذا ما نحتاج إليه حقيقة.
حقيقة نحن في فلسطين وفي محافظة الخليل للتنمية والتنمية المستدامة ولدعم شبابنا وشاباتنا بأفكارهم الريادية بتوفير لهم كل سبل إنجاح هذه الأفكار الريادية، صقل معرفتهم، تطوير المعرفة، تطوير المشاريع، العمل على تسويقها لاحقا في مراحل متقدمة. فهذه المشاريع احنا بنسميها عاليا ونهتم فيها اهتمام كبير لخصوصية محافظة الخليل في القطاع الاقتصادي والتجاري ولوجود ايضا المبدعين والمبدعات من قطاع الشباب اللي احنا بنعول عليهم في المستقبل للمشاريع الريادية الغير تقليدية اللي احنا راح نكون ان شاء الله معهم لإنجاحها. يعني دكتور رفيقنا لو تحدثنا عن الخطة الموضوعة للمباشرة في هذا المشروع الذي يعتبر من أكبر المساحات الابتكارية الموجودة هنا في محافظة الخليل، يعني فعلا احنا بنثمن عاليا الجهود اللي بتقوم على هذا المشروع وإن شاء الله رح يكون فينا دور كبير في توسعتها أكبر أكثر حتى تشمل كل مناطق محافظة الخليل وتنطلق فيها إلى الوطن أيضا، لأنه احنا شعارنا دائما أنه احنا المحافظة الأكبر، المحافظة الذي تنقل التجارب إلى الغير. فبالتالي نحن هون رح نكون شركاء حقيقيين في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي محافظة الخليل بكل دوائرها حقيقة لإنجاح هذه الفكرة وتطويرها والعمل على يعني إنه إحنا توزيعها أيضا وتوزيع الأفكار الريادية فيها على باقي محافظات الوطن إن شاء الله. الدكتور رفيق الجعبري مساعد محافظة الخليل، شكرا جزيلا لك. أيضا مالك، ننوه هنا أن بلدية الخليل وقبل ساعة من هذه اللحظات عملت على عقد اجتماع يضم الشخصيات الاعتبارية والوطنية وقيادة من الأجهزة الأمنية التي تستنكر بعض الوسائل أو بعض الفصائل المشبوهة التي استغلت الصورة التي نشرت للعقيد أو مدير شرطة محافظة الخليل العقيد أحمد أبو الروبة. تعتبر ذلك إشاعة وأيضا زرع الفتنة من قبل بعض هذه الجهات المشبوهة وأيضا تشويه جهاز الشرطة الفلسطينية الذي يعمل على قدم وساق في حفظ الأمن والأمان في محافظة الخليل بشكل عام. ونحن في عددنا تقرير لبث في النشرات القادمة يتحدث بشكل المفصل عن هذا الموضوع. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك عزمي، ونعتذر على المقاطعة لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من محافظة الخليل. بهذا نصل مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من برنامج مراسلونا في الميدان. دمتم بخير وإلى اللقاء.